نال العديد من نجوم الرياضة المصرية شرف المشاركة في حرب أكتوبر المجيدة. ارتدى العديد من النجوم من شتى الأندية واللاعبات الأخرى البدلة العسكرية خلال الحرب المجيدة التي أزاحت الغمة وأعادت الكرامة. سيذكر التاريخ بأحرف من نور هؤلاء الأبطال الذين دافعوا عن أرض مصر قبل أن يواصلوا مشوارهم الرياضي فيما بعد. الكابتن الراحل محمود الجهري نجم الأهلي السابق ضابط سلاح الإشارة خلال الحرب. الكابتن الراحل حماد أمام نجم الزمالك وضابط الجيش الثالث الذي عمل في عدة أسلحة بالجيش المصري وتقلد مناصب مهمة في الرياضة المصرية فيما بعد، حيث كان وكيلا لنادي الزمالك ومعلقا كرويا شهيرا. سمير زاهر نجم الأهلي السابق الذي شارك في حربي 67 و73 تولى فيما بعد عدة مناصب من أهمها رئاسة اتحاد الكرة لسنوات طويلة. دخل عدد آخر من نجوم الرياضة تاريخ حرب أكتوبر مثل المعلق الراحل محمود بكر نجم الأولمبي السكندري، اللواء عبد العزيز قابيل نجم الزمالك السابق وقائد الفرقة المدرعة أثناء الحرب، اللواء حسام طه حكم كرة القدم، الكابتن فكري صالح مدرب حراس المرمى الشهير الذي كان رائدا بسلاح المشاة خلال انتصار أكتوبر. تضم القائمة العديد من الرموز مثل الفريق زاهر عبد الرحمن رئيس نادي الزهور السابق، اللواء محمد فريد حجاج نائب رئيس اتحاد كرة اليد السابق، اللواء منير ثابت ضابط الطيران ورئيس اللجنة الأولمبية الأسبق، اللواء صبري سراج نجم فريق كرة السلة بالزمالك الذي شارك في الحرب ضمن قوات الدفاع الجوي وفقد ذراعه في واحدة من البطولات العظيمة، اللواء عبد الجابر أحمد علي المشرف العام على المنتخب العسكري لكرة القدم لسنوات طويلة، اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق، اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد السابق وبطل الخماس الحديث، اللواء عصام صيام الحكم الدولي السابق. كل هؤلاء وأكثر منحوا الرياضة المصرية شرف المشاركة الفعلية في حرب أكتوبر، وضعوا بصمة لا يمكن نسيانها، منحوا مصر كل المجد والفخر.